الخليفة الثاني. ويقول: وقد يهون أمرها لو لم يتجاوز أثرها الانتخاب فقط وما إليه، ولكن الذي أضرم النار أن حزب عثمان، التفتوا جيدا هذه القضية للإمام سلام الله عليه، سأقرأ الخطبة التي يشير إليها إلى هذه النقطة. يقول أن حزب عثمان، يعني الحزب الذي أوصل عثمان إلى ماذا؟ إلى السلطة، كانت له دالة على من؟ على عثمان، أنه إحنا أوصلناك إلى السلطة، إذا لابد أن تعطينا ماذا؟ المواقع. سبحان الله، وكأن التاريخ الآن الإنسان ينظر إلى الأوضاع الموجودة، أنتم في العراق تجدون بأنه نفس هذه الحالة، الحزب أوصل فلان، إذا كان أميا، كان جاهلا، كان يفهم، كان لا يفهم، لابد يحصل شنو؟ أسا إما موقع في الوزارة، إما موقع في النيابة، وهذا الوضع المأساوي اللي الآن أنتم دا تجدوه. وأنا بودي هالأيام تابعوا الوضع داخل العراق لتروا المأساة التي يعيشها الوضع السياسي في العراق. ولكن الذي أضرم النار أن حزب عثمان صارت له دالة عليه، لأنه مدين لهم، نحن جئنا بك إلى ماذا؟ إلى السلطة. صارت له دالة عليه حتى استغله استغلالا كاملا، لأنه لولا نترك مولانا بعد أنت مجلس النواب عندك آراء، لو ما عندك تسقط الحكومة، فلهذا لو تعطيه لو شنو هذا أمامك. أمام هذا التحليل، طبعا هذا الكتاب مطبوع مولانا في الستينات، أن يكون في علمكم، يعني هذا الوضع اللي الآن نجده في بعض الدول هذا لم يكن موجود، فقط هو ده يحلل التاريخ، رغم أنه يجب أن يكون في موضعه، هو في بين الشارحتين. يقول العلايلي، يقول مفروض أن الخليفة يكون فوق شنو؟ فوق الأحزاب، فوق الميول، فوق التكتلات. يقول: رغم أنه يجب أن يكون في موضعه فوق كل الأحزاب، ولكنه استطاع أن يكون أو لم يستطع؟ لم يستطع، بيد أنه أبدى حزبية وزاد في المعالنة بها، وازداد المنتمون إلى هذا الحزب اضطهادا لمن؟ لخصومهم، وطبيعة الحال بعد السلطة بيدهم، مما أثار الحفائض يم حفيظة، وجعل الآخرين ينشطون لدفع هذا العدوان والدعوة ضد عثمان وإسقاط حكومة منه وإسقاط حكومة عثمان. وهذا الذي حدث، هذا الذي حدث، باعتبار أنهم وجدوا بأنه بني أمية الآن استقر أمرهم على كل مواقع السلطة ومحاور السلطة، ويستطيعون أن يفعلوا شيئا أو لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. إذن لا طريق لهم إلا برفع من؟ رفع عثمان، حتى يسقط هذا النظام، بأمل أن النظام مباشرة والسلطة تنتقل إلى من؟ ها، إليهم. ولكن هنا صارت فد مفارقة أساسية، وهي أن الناس غيرت قواعد اللعبة، وهو أنهم التفوا حول علي وبايعوا علي، فصار هذا النتوء لابد أيضا ماذا بعد ذلك سنشير إليه، وهو كيف يتخلصون ممن؟ من علي بن أبي طالب. ووجدتم أنه حروب ثلاثة في ثلاث أربع سنوات وعصيان مسلح، لو أنه نأتي إلى السلطة لو مولانا جنو لو مقاومة مسلحة شريفة انتهت القضية. هذه أمامكم على لو نأتي إلى السلطة لو جنو أمامكم كان كما يحدث الآن أمامكم، ذلك حدث بالنسبة لأمير المؤمنين، لو طلحة والزبير لو تقاسم السلطة ويانا، لو محاصصة مولانا، لو شو نسوي؟ حرب الجمع، والواجهة منو خلي؟ هسه هنا الواجهة البعض يخلي ما أدري شنو بحذف المتعلق عندكم، هناك الواجهة منو؟ أم المؤمنين مولانا. شوفوا نفس الأسلوب. هنا الواجهة دينية، هناك شنو؟ شلون واجهة دينية همتي أنا؟ منو؟ زوجة النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يفعل الناس؟ والناس مولانا هذول 80% من المسلمين همتي أنا أسلموا وهم لا يعرفون من الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالأمس رأوا رسول الله وتركوه وذهبوا إلى بلادهم، لا المعلومات موجودة، لا ثورة الاتصالات موجودة، لا الفضائيات موجودة ولا كذا، وإنما فقط تأتيهم أخبار من المركز، فعل أصحاب رسول الله كذا، فعل أصحاب رسول الله كذا، وانتهت القضية. وحدث ماذا؟ ما حدث. ولذا يقتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يستشهد حتى الناس يشوفوا، واقعا كان يصلي علي ابن ابي طالب بالمسجد، فشي سوى؟ كان ايش عنده شغل بالمسجد علي ابن ابي طالب؟ هذا الاعلام المضاد انتهى به الى هذا الحال، وهذه هي سنه ماذا؟
أنا اللي أعبر عنه بمنطق السلطة. هذا منطق السلطة واحد، منطق السلطة واحد. لذلك الزمان نعم الأساليب والأدوات تختلف من زمان إلى زمان آخر.